مخازن مدينة البيضاء، حيث تسلمت مراقبة الاقتصاد في الجبل الأخضر كميات كبيرة من سلعة الدقيق والمقدمة من إدارة صندوق موازنة الأسعار، وتقدر الكمية بحوالي 10,000 كيس. خلال الأيام السابقة تم الإعلان عن توزيع دفعة دقيق المخابز ودفعة سلعة ثمانية جمعيات على مستوى الحكومة المؤقتة، وتم لله الحمد اليوم وصول كميات من الدقيق خاصة بالبيضاء البيضاء والشاحات والساحل والوردامة. كل الشكر والتقدير لمن كان وراء الجهد من وزارة الاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار ولجنة الأزمة وشركة الهضبة الأنيقة. بارك الله في الجميع، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع دائما وابدا. هذه الشحنات من ضمن الحصص المتفق عليها منذ العام الماضي 2020 والمخصصة للمخابز المدعومة، حيث شرع الصندوق بتوزيع الدقيق على جميع المخابز العاملة في كافة نطاق بلديات الجبل الأخضر.